مرحبا بكم. خلف هذه الهندسة المعمارية الساحرة تكمن أثار أقدام الحرفيين المهرة والذين يعملون بصمت، لكن القليل منهم فقط يتذكرون أسماءهم. لذا اليوم دعونا نبدأ رحلة مبهجة مع هؤلاء العمال المهرة والمبدعين. يمكنكم أن تشاهدوا العمال هنا وهم يقومون بنقل وتحريك السكك الحديدية لتركيبها قبالة بعضها البعض. أما هنا طريقة رائعة لصب الإسمنت على حواف الأحجار لعملية بناء سلسة. لنتابع معا عملية حشو هذا الحائط بهذه المادة التي تسد الفراغات. حسنا، يبدو أن المشي هنا يحتاج إلى خفة حركة حتى يتم العمل بكل سلاسة. يمكنكم أن تشاهدوا هنا عملية كسر هذه الدوائر الخرسانية التي تم حفرها من البداية. عادة العمل في هذا الأمر يتطلب الكثير من الحرفية والدقة والقلب الشجاع. لنستمتع هنا بهذا الشخص وهو يقوم بسد الفراغات الموجودة بين ألواح الجبس. من الرائع جدا عملية تسوية الأرض بهذا الإطار المطاطي. يبدو الأمر مسليا. بإمكانكم أن تستمتعوا هنا بعملية خلع هذا السقف كما ترون. لنستمتع بعملية الصباغة هنا وكيف يتم دهان الحائط بشكل جميل وزخرفي. لنتابع النتيجة النهائية. تبدو طريقة مميزة جدا لنقل الأخشاب بكل سلاسة وسهولة. لنستمتع معا بعملية دق هذه المسامير بواسطة الآلة على هذه الأرضية الخشبية. أما هنا يبدو أن هذا العامل محترف ومن الدرجة الأولى، ويمكنكم أن تتابعوا أن القياسات لم تعد موجودة في قاموسه، يقوم بالقص والتركيب فقط. أما هنا لنستمتع بهذه الآلة القوية والتي تقوم بإزالة الطبقات من على الأرض وتقشيرها بسلاسة. هذا الأمر قد يبدو سهلا على أن اختراق الجدار يتطلب قوة وتقنية دقيقة. لنتابع معا عملية تلوين الأرض أو صباغة الأرض بهذه الإشارات الخاصة بالملاعب أو حتى إشارات المرور. لنستمتع هنا بعملية تسوية هذه الطبقة فوق الشاحنة لتجنب سقوطها أثناء عملية النقل. إن عملية نقل الكتل الخرسانية بوزن 30 طن يبدو أنه أمر ليس بالسهل. يمكنكم أن تتابعوا هنا بدلا من استخدام القوالب الخشبية سيكون استخدام ألواح الرغوة أسهل وأكثر سلاسة كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا هذه الفتاة هنا وكيف تقوم بعملها على أكمل وجه بتجصيص هذا الحائط. من الرائع جدا مشاهدة هذا الفريق وهو يقوم بتثبيت هذا البلاط الضخم على الأرض. أما هنا لنتابع معا عملية تركيب هذا الطوب ذو الشكل الرائع. حسنا، بعد أن يتم إلصاقه يتم تقشيره ليظهر لنا هذا الشكل. لنستمتع معا بعملية إنشاء نظام قناة الري لتلبية احتياجات الري بشكل فعال في هذه الأرض. عندنا هذا العامل المعلق الذي يقوم بصباغة الحائط من خارج المبنى. عندما يحتاج صديقك إليك يجب أن تلبي النداء. لنستمتع هنا بهذه العاملة وهي تقوم بصف هذه المادة على سقف الحائط وهي مادة عازلة. عملية ثني الأسياخ الحديدية تتطلب مجهودا كبيرا حقا.
لنشاهد هنا عملية رش الخرسانة والتي ستخلق طبقة أكثر صلابة ومتانة في هذا المكان. تابعوا هذا العامل وكيف يرش هذا الخط بالدهان بطريقة سلسة وجميلة. لنستمتع بهذا الحرفي وكيف يصعد وهو يحمل ألواح الجيبس ويقوم بتركيبها بكل سلاسة. بإمكانكم أن تشاهدوا قوة هذا الدلو والذي استسلمت المياه له في النهاية. أما هنا يمكنكم أن تتساءلوا كيف يمكن تصنيف السلامة ضمن معايير عمل هؤلاء العمال. لنستمتع معا بعملية الصباغة والدهان هنا وكيف تتم على هذا الحائط. الأمر مسل أليس كذلك؟ بمساعدة زملائه لن يضطر هذا العامل من الخوف والقلق من تخريب هذه الأرضية الإسمنتية. أما هنا يمكنكم أن تشاهدوا هذه الطريقة الرائعة لتنظيف الانسكابات النفطية في البحر. لنستمتع هنا بعملية الحفر في الحائط أو في الجيبس لقصه بهذا الشكل. يبدو أن هذه الطريقة المثالية حتى يتم تسوية هذه المادة بالأرض. لنتابع معا عملية الحفر والزخرفة فوق هذه القطعة من البلاط. الأمر يبدو جميلا حقا. تحتاج إلى الكثير من التدريب حتى تقوم بما يفعله هذا العامل هنا. يمكنكم أن تتابعوا هنا عملية تسوية هذه المادة على الأرض بهذا الشكل السلس والجميل. يمكنكم أن تستمتعوا هنا بعملية رسم الحروف والأرقام بهذا الشكل على الأراضي العشبية في الملاعب. أتساءل ما الراتب السنوي الذي يتقاضاه قائد الطائرة ليكون بهذه الدقة. تابعوا هذه الطريقة الغريبة لخلع هذا الجدار بعد قصه. يبدو لنا هنا أن صاحب هذا الحفار يحب لعبة الانزلاق جدا. لنستمتع معا بهذا العامل وهو يقوم بإنزال هذه الألواح بطريقة سلسة وسريعة. يبدو أن تسوية هذه الزفتة تحتاج إلى يد قوية ومهارة عالية. لنستمتع بهذا الشخص وهو يقوم بصف هذه الفسيفساء تلبية لطلب أحدهم. ما رأيكم هنا بعملية قص هذه الأسياخ الحديدية كيف تبدو سهلة نسبيا؟ يمكننا إفساح المجال لهذه المجموعة من العربات وهي تنقل هذا الكم الكبير من الأسياخ الحديدية الخاصة بالبناء. بمجرد أن يشرع هذا العامل في العمل ستكون النتيجة بلا شك رائعة ومذهلة. يبدو أن أحدهم يشق الإسمنت هنا لعمل مسار صغير. هذه الرغوة ستقوم بإصلاح الكثير من المخاطر وتثبيت الكثير من الأعمدة. بإمكانكم أن تشاهدوا عملية تركيب ألواح الجيبس بالسقف كيف تكون بشكل سلس. حتى يتم تغطية هذا المكان بهذه المادة يتم السحب بهذه القطعة الخشبية كما ترون. حتى يتم توزيع هذه المادة على الأرضية تابعوا هذه القطعة التي تقوم بهذه المهمة. بعد أن يتم صب الزفتة يجب أن يتم تدبيكها بهذا الشكل حتى تتساوى بالأرض. ولا نترككم مع بعض العمال البارعين والذين سيقومون بأخذكم إلى مستوى آخر
وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد. متابعة طيبة نتمناها لكم.
We'll be right back.